نذهب إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. معنا من هناك مراسلتنا ريما أبو حمدية. ريما، الخليل الأجواء كانت فيها متوترة أمس، وأيضا أحد المستوطنين قتل سيدة فلسطينية هناك. بالفعل الأجواء متوترة منذ أن بدأت الهبة الفلسطينية في 7 من أيار الحالي. لم تهدأ هذه المدينة كما هو الحال في المدن الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية. مواجهات مستمرة آخرها كان البارحة بعد مسيرة انطلقت من مدرسة الحسين الثانوية في وسط المدينة، انطلقت باتجاه جنوب مدينة الخليل باب الزاوية. نقاط التماس بين المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين أسفرت عن وقوع بعض الإصابات بجراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، كما رأينا في الأيام الماضية يستخدم جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط لاستهداف الفلسطينيين. كثيرة من الإصابات في مدينة الخليل كما هو الحال في باقي مدن الضفة الغربية كانت تستهدف صدور ورقاب الفلسطينيين، بمعنى أن هناك استهداف مباشر من قبل الجنود الإسرائيليين للفلسطينيين. أيضا لم يختلف الحال في بعض مداخل مدينة الخليل إلى الشمال في مدينة حلحول أو قرية حلحول، كان هناك اشتباكات ومواجهات بين الشبان والمحتجين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا مخيم العروب شهد مواجهات بين الطرفين، جنوبا أيضا في مفرق خرسة ويطا كانت هناك مواجهات متفرقة بين المحتجين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم في مدينة الخليل خرجت مسيرة بدعوة من القوى الوطنية احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والقصف المتكرر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. مساء هذا اليوم أيضا في بيت لحم كما كان الحال في الخليل مواجهات مستمرة منذ أن بدأت الهبة، واليوم مسيرة بدعوة من القوى الوطنية والمؤسساتية في المدينة ستخرج في مسيرة إلى شمال المدينة أو إلى المدخل الشمالي للمدينة لمدينة بيت لحم. لم يختلف الحال في بعض نقاط التماس أيضا حول مدينة بيت لحم، مواجهات بين الطرفين. حصيلة الإصابات كانت العشرات باستنشاق الغاز المسيل للدموع وإصابات عديدة بالأعيرة النارية التي استهدف بها جنود الاحتلال المحتجين الفلسطينيين. طبعا وائل كما قلت أيضا هناك شهيدة فلسطينية، قام مستوطن متطرف كما يطلق عليه أهل هذه المدينة بإطلاق النار على فلسطينية بالقرب من مستوطنة كريات 4، وهي مستوطنة أقيمت على أراضي مدينة الخليل وتتوسع بشكل كبير، بل إن امتدادها إلى هذه المنطقة. نحن الآن في وسط مدينة الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي، حيث هناك سواتر عسكرية، حواجز عسكرية إسرائيلية مكثفة، لا يستطيع الفلسطيني هنا أن يحضر بسيارته. أولئك الذين يعيشون بهذه المنطقة يحتاجون إلى تصاريح خاصة للوصول إلى منازلهم، في بعض الأحيان الطرق إلى منازلهم مغلقة وعليهم أن يمروا عبر طرق وعرة للوصول إلى بيوتهم، أحيانا عبر بيوت الجيران كما قالوا لنا. الوضع متوتر في هذه المدينة بانتظار أيضا ما يقول الفلسطينيون أنه جمعة الثبات والغضب، حيث من المقرر أن تخرج مظاهرات عارمة في شتى أنحاء الضفة الغربية، من بين ذلك مدينة الخليل بيت لحم، مظاهرات تنطلق من عدة نقاط رئيسية في المدينة باتجاه نقاط التماس إلى وسط مدينة الخليل احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية المتكررة، إسنادا لغزة كما يقول الفلسطينيون ودعما للقدس وصمود الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس والفلسطينيين داخل الخط الأخضر.